اساسا انا ما بقتنع بشيء اسمه عنوسه. العنوسه هي بالفكر يعني بالاخير الزاجه هي نصيب. يعني اذا اخذت اكبر من 30 35 بيخف المهر اكثر. بالنهايه العمل مجرد رقم. الوضع اللي نحن فيه في عنا عنوسه زايده، يعني ما كانت هيك بالقبل، هلا عم تزيد. يعني الشباب مثل ما بتعرف نصهم سافروا وهاجروا ونص الثاني ضل بالحرب، واللي البيانين هون هن ما قادرين يتزوجوا اصلا. العنوسه ما لها عمر، في ناس عمرها 60 وروحها شباب. يعني كنت ابدا مستحيل يعني تعتبر عانس، بالذات اذا كانت معتمدة على نفسها. يعني شهادتك هي كل شيء، اذا انت كان عندك شهاده وكنتي قادره انك تكوني موظفه ومعتمدة على نفسك وراتبك وبيتك وكل شيء، مالك مضطره تكوني محتاجه لاي حدا بحياتك، بالذات اذا كان رجل. فابدا لا تعتبر عانس. بالنسبه لي هي عادات وتقاليد لازم تخلص، وافكار ومصطلحات لازم تنتفي عن الارض كلها. بصراحه هي العنوسه بشكل عام ايام زمان بتختلف عن هلا. هلا صارت العنوسه اكثر ظروفها بسبب الماء، انه اغلبها ما عم فيهم يجيبوا مصاري مشان يتجوزوا يعملوا عرس وياسسوا بيت او هالشيء. هي سبب رئيسي هو للعنوسة عندنا بالبلد. ما بظن انه هي رح تكون عانس، لانه نحن اساسا عايشين بمجتمع شرقي، هيدي الافكار من اجداد اجدادنا. بظن انه نحن صرنا ب 2022، يعني بظن هي الفكره رح تنتهي او انتهت بالاحرى. هلا هذا تغير، هذا الحديث بالماضي من 20 سنه كان اوكي، بس هلا حاليا بهذا الجيل سن الزواج صار 35 وما دون، فثقافه المجتمع اختلفت. لا انا برايي بالفكر مو بالعمر، يعني بالاخير الزاجه هي نصيب. المجتمع تغير، المجتمع تطور، صار المراه ل 30 35 قابله للخطبه والزاجه وامراه منتجه. مع لسن ال 40 45 سنه لبين ما تتزوج، وبامكانها تتزوج بامكانها لا اذا ما بدها طبعا، بس بضمن هال 40 45 سنه بدها عم تاسس حياتها المهنيه وحياتها الثقافيه. في كثير شباب سافروا، في كثير شباب توفوا خلال الحرب، والنسبه المتبقيه بالبلد فهي ما عندها القدره انها تتزوج بسبب ارتفاع تكاليف الزواج، وفي بنات صاروا يعني يطلبوا مهر كثير كثير عالي. من وجهه نظري ما بحس انه في حد معين يعني للعمر للزواج، اي شخص او اي بنت عفوا يعني حاطه حد معين تحس حالها هي قادرة أن تتزوج بهذا العمر، أبداً ما هو مقياس أنه 30 سنة هو نسبة للعنوسة. أساساً أنا ما بقتنع بشيء اسمه عنوسة. كل ما كبرت كل ما وعيت أكثر، أي كون فهمت الحياة أكثر. ممكن يعني الشباب كمان أنه بسبب الأوضاع الاقتصادية شوي ما عم تقدر تتزوج. عمري 35 سنة، إيه لحد الآن ما فكرت اتزوج. تسألني ليش؟ اول شغله ما معي اكفي الزواج هذا، لاني اليوم الماده ما بتسمح للزواج اذا بدي اخطي هالخطوه هي. ثاني شغله يعني اذا اخذت اكبر من 30 35 بخف المهر اكثر، فلذلك هيك انا مطول بالي وعم بستنى. بنت بس قطعت 30 35 تعتبر عانس، لانه بتكون كبرت ومستحيل، يعني انه مو مستحيل بس انه صعب حدا يقبل فيها، لانه الشاب عندنا هون بالمجتمع لازم ياخذ اقل شيء اصغر منه بخمس ست سنين اقل شيء يعني، والوضع الاقتصادي بياثر على العنوسه. يعني ما فيني احدد عمر، لانه هي العنوسه انا برايي هي مفهوم رجعي كثير، يعني المره ما لها عمر انه تعنس فيه او شيء، يعني هذا مفهوم كثير غلط. غلاء الاسعار، انه ما في رواتب عاليه، طلبات الاهل للزواج، يعني اهل البنت عم يكون طلباتهم شوي صعبه للشباب. العنوسه هي مانا بالعمر، العنوسه هي بالفكر. اليوم الوضع الاقتصادي والظرف يلي نحن عايشين فيه هو يلي عم يخلي نسبة الشباب تعزف عن الزواج. أصلاً توصيف كلمة العنوسة هي إجت للرجل، يعني الرجل عانس وليس المرأة، لكن التفكير والمجتمع والعادات الشرقية وصفت الأنثى على أنها هي العانس. فاليوم ظروفنا وأوضاعنا المعيشية هي يلي عم تخلي هذا التوصيف يظهر بشكل كتير كبير، خاصة بمجتمعاتنا الشرقية، علما أنه المرأة إذا تجاوزت سن 30 هي رح تكون متمكنة، رح تكون ناضجة، رح تكون عندها وعي أكثر، وبيجوز تكون منجزة ومتقدمة بفكرة وبعملها أكثر من الرجل. سن 30 هو سن النضوج، وبتكون ناضجة فكريا وجسديا
وبيكون عندها ملمة بالحياة أكثر يعني. هلا هي لا تعتبر عانس، بالنهاية العمر مجرد رقم، يعني هي في احتمال بدها تكون حالها، بدها تأسس مستقبلها، بدها في خطط براسها بدها توصل لها هي. يعني منطق يعني كلمة عانس هي بس هيك كلمة شعبية فينك تقولها يعني، لا ما إلى أي اعتبار. أكيد العنوسة بالفكر مو بالعمر بالمطلق يعني، ما فينا نحدد نحن إنه هذا العمر إذا هو حد العنوسة يعني. الصبية أو الأنثى إذا وصلت لـ30 أو 40 أو إلى آخره، بغض النظر عن العمر راح توصل له، فما في نطلق عنه مفهوم عانس، لأنه بالنهاية مفهوم العنوسة هو أحيانا ممكن تلاقي واحدة عمرها 20 سنة وهي بنظر حالة عانس ما بتعرف ليش يعني.